بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في منافسات الصباح هذا اليوم على أرضية ميدان الشحانية في سباقنا المحلي التاسع وانطلاقات سن الثنايا لشعارات أبناء القبائل في تحديات والأجمل هنا في صباح هذا اليوم. ونتابع معكم مسارات 8 كيلومتر وانطلاقات سن الثنايا في هذا الصباح. ينطلق 7 الأشواط يسير هنا في تحديات البكار، ونسير مباشرة بالتعرف على الأسماء المتقدمة مع حور. أول الأسماء المدشنة لعالم الإذاعة تتقدم بشعار مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني، من يقدم لنا حور على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما في ثاني المراكز زيادة التواجد من مزنة اللي خذت المركز الثاني. تتقدم بشعار منصور بن محمد آل سيف الخيارين، من يقدم مزنة على المركز الثاني وثالث المراكز. شوف التقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. هذه مهل اللي خذت المركز الثالث بشعار سالم بجار الله بن جهويل المري، من يقدم لنا مهل في المركز الثالث وفي رابع المراكز. التواجد في هذه اللحظات من شعار الأنيق اللي يحضر في هذه اللحظة من خلال هذا الأداء الجميل ومن خلال هذه الانطلاقة. شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يقدم لنا تحديات رابع المراكز، بيوصل اسمها ان شاء الله بعد شوي. ننتقل مباشرة اذا هذه سمحة مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس خامس المراكز مشاهدين الاعزاء نجد ونتابع الغزي للواصلة في هذه اللحظات بشعار محمد بن ناصر بن سيف بن ماجد النعيمي، من يقدم انطلاقة الغزيل على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء المتقدمة مشاهدين الأعزاء، أول ندى في مسار ومنافسات هذا الشوط. العودة إلى مشهد البداية في هذا الانطلاق الرباعي الجميل، مع هذه الانطلاقة، مع هذا المسار، مع تحديات 7 الأشواط الصباحية، ولكن اللي غيرت الأمور وانتقلت نقلة جميلة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. هذه مزنة 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 مع الصدارة، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، من يقدم لنا شعاره، يقدم لنا مزنة على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما في المركز الثاني التواجد من شعار الأنيق. هذه سمحة مع المركز الثاني مشاهدين الكرام، المملوكة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يقدم تحدياته ومنافسات هذا المسار الجميل مع المركز الثاني. بدأت تغير سمحة، تنطلق هناك إلى المقدمة، بينما في المركز الثالث التواجد والاندفاع الجميل من مهل مع ثالث المراكز سالم بن جار الله بن حمد بن جهويل المري، من يقدم انطلاقة مهل على مستوى المركز الثالث. وفي في رابع المراكز مشاهدين الأعزاء نجد ونتابع حور المنطلقة بشعار القحطاني، مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني، من يقدم شعاره ويقدم لنا حور على المركز الرابع. أما في خامس المراكز، المركز الخامس مشاهدين الأعزاء، شوف الانطلاق في هذه اللحظات والاندفاع من الغزيل بشعار النعيمي باحثة عن ناموس هذا الشوط. تتقدم على مستوى المركز الخامس المملوكة لمحمد بن ناصر بن سيف بن ماجد النعيمي. هذه الخمسة المراكز مشاهدين الأعزاء، هذه الخمسة الأسماء المنطلقة في ثاني ندى على تحديات ومنافسات هذا الشوط، ولكن هناك أيضا شعارات قادمة ومنطلقة خلف الفايف ستار، نتابعها من خلال هذه اللحظات ومن خلال هذه اللقطة عبر شاشة قناة الريان في الكادر السفلي. هذه النتيجة، هذه الأسماء، هذه تحركات الشوط حتى هذه اللحظات تسير مشاهدين الأعزاء مع هذه الانطلاقة الجميلة. هنا تسلسل المقدمة يأتي مع هذه الاندفاع الرباعي الجميل.
جميلة من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا التحدي الجميل بوجود هذه الشعارات في تحديات سباقنا المحلي التاسع على ميدان الشحانية على ميدان التحدي. نسير مع البداية، نتابع ثنائية المقدمة مع هذا الانطلاق الجميل على خط البداية من خلال انطلاقة وتحديات شعار المسند اللي يقدم لنا سمحة مع البداية مع مقدمة هذا الشوط. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا سمحة مع تحديات البداية، ومن الجانب اليمين تواجد من مزنة، مزنة وسمحة على خط البداية، ومن هناك شعار الخيارين منصور بن محمد آل سيف الخيارين من يقدم لنا مزنة على المركز الثاني. يا سلام، بينما في ثالث المراكز التواجد مشاهدين الكرام من مهل المنطلقة في ثالث المراكز والمتقدمة بشعار سالم بن جار الله بن حمد بن جهويل المري من يقدم نجومية هذا الشعار ويحضر هنا مع مهل في ثالث المراكز. والمركز الرابع القادم شعار القحطاني مع حور والمنطلق في تحديات هذا الشوط. مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني باحثا عن ناموس هذا الشوط مقدما لنا حور في تحديات هذا المسار الجميل. وفي المركز الخامس مشاهدين الكرام نتابع التقدم والاندفاع الجميل من خلال انطلاقة الغزيل. الله الله الله، يلا يلا يا النعيمي اللي قدم لنا الغزيل على المركز الخامس. محمد بن ناصر بسيف النعيمي من يقدم الغزيل على المركز الخامس. النتيجة للأسماء الخمسة، النتيجة للشعارات المتقدمة التي تسير كما هي حتى هذه اللحظات. لم يجد جديد على المراكز الخمسة القائدة لمنافسات وتحديات سابع الأشواط، ولكن هنا مشهد مميز، ثنائي وثنائي يسير في تحديات القمة في تحديات الصدارة مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي، ولكن العودة إلى الصدارة. شوف الاندفاع هناك، مزنة 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 بدأت تغير الأمور، بدأت تتحرك على تحديات البداية من الجانب اليمين تحمل لشعار منصور بن محمد آل سيف الخيارين طامعا بناموس هذا الشوط. يبغي يهدي السلامات الى هالي العوين حاضر من خلال انطلاقة مزنة في هذا الاندفاع الجميل، ولكن هنا شعار المسند كنج السيوف متواجد منطلق حاضر، شعار الانيق من خلال حضور سمحة على المركز الثاني وتقدمها في هذا الاداء الجميل. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا هذه الاندفاع. بينما على المركز الثاني تواجد من شعار الأنيق من خلال تقدم سمحة على المركز الثاني. النقلة إلى ثالث المراكز، وفي المركز الثالث يا سلام، شوف التحرك، شوف الانطلاق، شوف الاندفاع الجميل مع ثالث المراكز من حور. مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني من يقدم لنا حور على المركز الثالث. بينما في رابع المراكز المركز الرابع يا سلام، بدأت الغزيل في الانطلاق، بدأت الغزيل بالسرعة الجميلة في هذه اللحظات. محمد بن ناصر بسيف بن ماجد النعيمي غيرت من موقعها وانتقلت نقلة جميلة إلى ثالث المراكز. ناخذ المركز الخامس، وصلت وجود في هذه اللحظات علي بن فهد بن بجاش المري من يقدم لنا وجود على خامس المراكز. هذه النتيجة، هذه المراكز الخمسة المتقدمة المنطلقة المندفعة في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى سمحة ومزنة مع خط البداية في منافسات وتحديات هذا الشوط. يا سلام، اندفاع والأجمل، تحديات مثيرة لسن الثنايا في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان الشحانية. شوف الثنايا الجميل على مركز الصدارة من خلال هذا الانطلاق من شعار المسند وشعار الخيار في منافسة ثنائية جميلة ما بين سمحة ومزنة، ما بين مزنة وسمحة. إلى أين ناموس هذا الشوط؟ هنا لوحة 1500 متر اللي تبقت من عمر هذا الشوط، ولكن هنا تحديات
مباراه البدايه. نتابع سمحه، نتابع مزنه، تحدي جميل، ثنائي مميز عبر شاشه قناه الريان الفضائيه من خلال هذا الاندفاع الجميل. هذه مزنه تتقدم بشعار منصور بن محمد بن منصور ال سيف الخيارين، يقدم لنا مزنه، يقدم لنا مزنه على مقدمه الشوط. بينما في المركز الثاني سمح المتواجد لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، من يقدم لنا شعاره، يقدم لنا سمحه على المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام يا الغزيل مع ثالث المراكز محمد بن ناصر بن سيف بن ماجد النعيمي. بدات هي الاخرى تزيد من السرعه، تبغي اللحاق بمركز الصداره. بينما في المركز الرابع وجود القادمه علي بن فيد بن بجاش البري، بدات تتقدم هي الاخرى. هذه الاجواء النهائيه من عمر هذا الشوط، ولكن مزنة 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 اسم تاريخي جميل، مزنة الخير تتقدم في الاداء الجميل والعصا في الابطان، الدفع ذاتي تصل الى الحزام الاخضر في اداء جميل، في اندفاع مميز. مزنة 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 على مقدمة الشوط لمنصور بن محمد ال سيف الخيارين. شعار صايد الرموز يتواجد مع هذه الاندفاع، يحضر هنا من خلال هذا الاداء الجميل، من خلال هذه الانطلاقه المميزه. بينما سمحه على المركز الثاني، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند القادمه مع ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك الوجود من وجود القادمه مع ثالث المراكز، ولكن هنا مزنه وسمحه الصراع الثنائي على ناموس هذا الشوط، ولكن مزنه هي الاقرب حتى اللحظات، تتقدم مع المركز الاول منصور بن محمد ال سيف الخيارين. يقدم لنا مزنه، يقدم لنا مزنه في الاداء الجميل، في الاندفاع المميز لحظه الاوامر والتعليمات المباشره، وهذه مزنه تفوز بناموس هذا الشوط. سلام سلام. والنقطة الثانية تهانينا والناموس لمنصور بن محمد ال سيف الخيارين، وسلام يا مزنة، سلام سلام يا العوين، سلام على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني المراكز وصلت سمحة، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام من شواهين اللي وصلت في اللحظات الأخيرة، منصور بن عبد الله بن علي العطية. والمركز الرابع وصلت حور لمبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني، وخامسا كان من نصيب الغزيل لمحمد بن ناصر بن سيف بن ماجد النعيمي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ولكن فازت مزنه بناموس هذا الشوط. نعود الى التوقيت الزمني، لحظه وصولها الى خط النهايه قطع 8 كيلو متر في توقيت مقدارها 12 دقيقه 43 ثانيه 63 جزء من الثانيه. تهانينا لمنصور بن محمد بن منصور ال سيف الخيارين، فوز مزنه وحصولها على ناموس هذا الشوط بتحديات جميله واندفاع مميز. بينما سمحه من وصله ثانيا في 12 دقيقة 44 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، فوز سمحة بالمركز الثاني. بينما ثالث المراكز من وصلت مشاهدين الاعزاء شواهين، ننتظر وصولها في هذه اللحظات، لحظة القدوم في اللحظات الأخيرة، وشعار العطية لما يبنى لطاري إلا في اللحظات الأخيرة. 12 دقيقة 51 ثانية 39 جزء من الثاني. تهانينا لراعي شواهين منصور بن عبد الله بن علي العطية.